لا اللي اكسب هو في لما لايف قلت 8 انا عايز مليون. اجيب هديه وبتاع. اه كنت عايز اجمع عشان اجيب هديه لحد صاحبي كده. انيمس اه والله كنت فعلا جبت بيها هديه والله. بجد والله اه والله هو حاجه دهب كده. الحاجه كانت عامله 30000، فانا اخدت ال 8 مليون ما هو ساعتها، ما كانوش يجيبوا 30000 ساعتها بقى، ما هو فاخدتها ساعتها ما كملت كانوش عليهم. يجيبوا. لا بس هو بصراحه كان كام جيم جامدين فشخ. هو اللي ليه قلب يا صاحبي، بس مش محتاج الفلوس في حاجة بيكسب. أنا كنت اه يا فلوسي عم ما كسبانة انت من لايف عارف، قبلها، فما كانتش فارقة معايا لو خسرتها ما انا فاهم. عارف ما انا عارف ما انا عارف ما انا شفت اللايف كام. أنت كنت متخفي، شفت بقى كنت الراجل النمس عشان اوصل لك يا جدع. يا جدع. أقول لك يا جدع مالك فيه؟ والله يا عم كنت ما كنتش عارف اوصل لك يا اسطى، اصلا كنت عامل بلوكات بنت شرموطه. والله ده عيب ألفاظك، احنا في اللايف منور محمد سيد، منور موزة. احنا في اللايف ايوه بحب يلا افاجئك انا دايما. ثلاث. انا ما خدتش بالي خالص. بحب افاجئك يلا دايما. بينا يلا بقى، بس شيرات بقى ولايكات يا رجاله بقى كده. انا بعمل هي شراية يتيمة، بس بعملها في جروب نادي فانتس كونكر، فبتبقى ظابطة يعني. يا باشا انا هديك شيرات دلوقتي تعميم. انت بتقول ايه؟ بص خد لك كام شير كده. انت هتقول ايه يا بني ادم انت؟ طب والرجاله فين؟ فين شلبي والرجاله فين؟ عيب دلوقتي يروحوا فين؟ كبه بيحلق، خلص الحلقة ويطلع علينا على كابو طول. بيحلق. اه شلبي تقريبا بيسحب على التليجرام. ممكن طب استنى افتح، استنى افتح معاك. تعالى يا عم العب جيم كده بس لحد ما تفتح. اه تسخين كده حد ما يجوا. مازن يا مازن منور الدنيا يا قلبي. موزة عليكم السلام يا موزة، اسمك موزة صح؟ موزة اه. عبد الله عبد الله منور الدنيا يا بودي، زي الفل والله يا محمود. انت مبارك، عايزين بعت بس لي ايه طب ال الدنيا تخرب كده شوية، فهو معانا في الشات واللايكات والرجالة كده، عشان ايه لازم الأداء، فهو معانا. قول بعت لك الاي دي، انت بعت لمين؟ فين؟ على الواتس؟ بعت لك على الديسكورد. اه اجمنتين لسه والله يا ابني، سايب اللي هو مخلص الشريط من اسبوع. خد زيسرون يا اسطى اقوى. هو خناقة داخلين خناقة احنا. اه والله خد زيسرون والله بيضيع البرد في يوم. مش خناقة هي صح، مش خناقة رامكو حلوة خلاص ضد حيوي ألف، هاخد أكتر من كده. هي روح فين طيب؟ لا هو بصراحة أنا قعدت يا اسطى 3 أيام أخد مضاد حيوي لحد بص ما كنتش بعرف أنزل الشغل، مش بعرف أصلا أنزل الشغل. بعت لك انت ماشي يلا بينا اقعد وانا اجي يلا على انا طول. عطى اول الناس اللايف اهو، يا رب ماشي يكسب حاجه النهارده. انت ورزقك يا مازن والله، انت ورزقك يا ابني. اذا انت قعدت يعني على مخا ماشي جمع 10 مش 15. لما 10 يلا بينا انا قعدت. بص يا جدعان، هو بالمعدل اللي انا شايفه ده 12 واحد في اللايف، 10 لايك، 20 شير، احنا ما اظنش ان يعني فيها توزيع اصلا، ما اكذبش عليك. شيرات بقى بس يا رجالة عم ان شاء ولايكات الله كده عشان الرجالة تعرف. انا معايا 700. معايا 2 5 شايب 8، ما فيش ولا فلاشة. لا ما تلعبش انت، سيبني نلعب دلوقتي ماشي حبيبي محمد ودودور. حبيبي يا اسطى احمد خالد منور الدنيا يا قلبي. احمد اشرف هنلعب ولين بقى خلاص. اقول ان احنا معانا فلاشتين، معانا 77 ومعانا 9 ومعانا ايزو، معايا فلاش جانا، معايا فلاش بس بالتسعة. حلو فلاشة، ما عادي عادي بس ينزل فلاش بس. تمام هتنزل لي اخر ورقة 7، يبقى معايا فول هاوس يا 7 يا فلاش، حاجة في الرينج ده. هو ده شكله معاه فول هاوس اصلا اه ولا اي حاجة. يا وحيد يا سوي، يا سوي اللي بيحصل ده سوي. انا كان معايا فردة شايب بس ملاش عايزة. اه هو كده معاه ترتيب. لو كان نزل فلاش محدش، لا ده في واحد تاني معاه فلاش واد، واربعة اوكي 5 8 بت 7 الورا مورد. عايز اقول لك العب يا، العب بس. العب خمسة العب. تمانية هو حلو في حتة ان هو ستريت وفي بس فلاش عايز في اقول لوب لك انا ماسك الاستريتات اللي انت مش ماسكها كلها يعتبر. العالية.
ماسك واطية وعالية، ماسك 10 وبنت وتلاتة وأربعة. طب هو مفيش غير انا وانت اصلا، أحا النحس ده ملهاش لازمة. هتوزع انا امتى؟ لو لا كان لا الواد ده لا لعب لا لا صاحبي، ما تقوليش الدخله ده صاحب الارض عليك يا صاحبي، ما تقوليش هتوزع امتى لما نكسب. انت فيك عين يا لسه يا صاحبي لما جدعان، نكسب. لسه يا جدعان يا اسطى، انا معايا 3 اساسات و10. الله عايز اقول لك العب يعني، انا هلعب، عارف ليه؟ اقول لك لان ايه الاسوء ال10 فلاش اديني بلوف. اديني ثواني وجاي. انا بص ماشي، انا ورقي زي الزفت بس حرمي عشان اقول لك حنفولد دور وحش. يمكن انا وانت. ماشي خلاص، فل ثانيه وجاي. هو مش دول. يلا بقى زي ما تيجي، فلدوا الحمد لله. انا هلعب دول. انا معايا 4 7 6 بت، والبت والسبعة فلاش سان بوكس. معلش انا مربي قطه وما زانيه فيها، سبت عظمة فراخ امبارح جيت لقيتها كسرها بالنص ومش لاقي نص العظمه اصلا، واحد فين معرفش. كسرها بالنص. ومش لاقي نص العظمه يعني، لو رأيتها مثلا ماشي، بس انت لسه القطة دي بتعاني منها؟ القطه التوسخه. انا كان معايا 4 يا اسطى. انا ممكن ينزل لي فلاش لحد دلوقتي تنقذني، معايا فلاش قلب ماشي اسود بقى، اهو ماشي يا عم. ده كسوم معاه معرف سين، يعني، حتى لو ده معايا معاه سنين سين، انا لو كانت نزل لي فلاشة خلصت. ده معاه سين وشايبين يا اسطى، ده فول ده هاوس. مهكرها. ده فول هاوس. شكرا شكرا يا جدعان شكرا، احنا عمالين نخسر. 5 6 واد بت. حبيبي يا عمرو معاك حلمي حاجة؟ حبيبي، يس معايا خمستين. خمستين فولد يا وتمانية اسطى، فولد واربعة. فولد، ده هو نفس الورق. فولد، انا ممكن الواد البت اللي يكسبوني اصلا. بس احنا كده انت قمت خسرنا ولا ايه؟ احلى 50، لا هو الفلوس بس صح، خسرنا احلى 50 مليون لحد دلوقتي. انت خسرت 50؟ انت لحقت والله يا اسطى؟ ما عداش 5 دقايق. والله 50 مليون. طب انا معايا فلاشات، معايا 3 7 فلاش قلوب وشايب، والستة فلاش شجر. طب انا معايا 7 وشايب. هو شو تعبان انا وانت؟ اصلا، تعالوا العيال دي طب انزل تعبانة التوسخ، ولا تعالى. اه؟ ترى انا كده حاسسها انا ترابيزة جاي حلوة والعيال هنا بتلعب. اه فعلا. شوف الهوسات فول هاوس برضو النهارده يوم الفول سوبيت. هاوس بقى، اساسا وحلو الدنيا وحش اقسم بالله. حبيبي عبد الله منور الدنيا يا قلبي، بقالي كتير ما شحنتش منك. الاسعار بترفع يا جدعان، صحيح نسيت اقول لكم الاسعار بترفع. يا اسطى اسو بت 3 و10، 3 و10 فلاش شجر. انا معايا 30، ما بلاش يا اسطى الدور معايا ده، لان لسه في 30 4 دور. وولدين ومعايا فلشتين. طب خلاص العب انت، يمكن الوادين يكسبوك. احا، كان فاضل لي برضه تريكاية على الفلاش، كارت واحد على الفلاش برضه. هو النهارده تقريبا الستريت والفول هاوس اكترية بينزلوا. انا معايا 6 2 و5 9، انا مش عايز ستيل لازم، مفيش ولا فلاش. كان معاك ايه تاني؟ معايا 6 2 5 9. العب العب. ماشي، الله نزل لي الله. حاجة؟ معايا شايب بس، في معايا 10 أنا وولد يعني، لو نزل بنت على الترتيب. طب خلاص، أنا يا ربنا يستر بقى. يلا بلا، انا مش عارف ايه والله، ما عارف ايه، هو يا اسطى أنا مش فاهم الفول هاوس ماله، في ايه؟ انا مش عارف ايه. المكاسب كلها فول هاوس، المكاسب يا كلها، نحاسة فوق النحس بشويتين يا ابن الله. ما بيجيش ورق عادل حتى. هو بقى دور وزي ما تيجي تيجي، هو دور، وعشان كده بقيت العبها تفريحي مش دايما، مش احسن شرط يا صاحبي. ما انت زي ما سعر الشراء بيزيد سعر البيع بيزيد برضه. رحت هي هي فين يخرب بيتك؟ هي هي والله نفس النسبة، بقالي مدة ربنا هديني ومش جاية معايا، فأنا أعمل إيه طيب؟ نطيت نطة وحشة كده، طلعت رقم 25. ما أنا معيش غير إن أشوف الورقة مرة، أشوف الورقة ما عجبنيش حتى، ما عجبنيش، ما عجبنيش، يبقى انت استنى، لا ما انزل عجبنيش. وضع على مخلص. ما عجبكش انزل على 15. انزل على ام 15، انزل تعالى بس 15 9 تنفور. طيب ايوه، انا 9 تنفور عايزين نعوض، دور يعوض اصلا، مش جابها ام انت عايز 5 تاخد بقى. دور بس.
ايوه هو دول كويس بس كده عوض. نور عادل، اهلالي اهلالي، منور الدنيا يا قلبي. عاملين رجاله يا رجاله، احنا مش بنعمل لايكات وشيرات يا رجاله، لازم اقول لكم لايك وشير يعني يا جدعان. علي لايك وشير يا نجم، اخواتي. علي نجم، خالد الهلالي، محمد سيد احمد، ومحمد فايق، محمد فايق، وخالد علي، وعبد الله بوده، هم الناس اللي عملت شيرات. احنا اول صاحبات في الشيرات معروف، محتاج اقول لكم تعملوا شيرات بقى. في حد دخل معانا ديسكورد باين دليل، اه ليل هو فتح اللعبة بس انا كنت شايف ان هو معانا، كنت فاتح يلعب عادي. تعالى ليل، تعالى 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 يا ليل. ليل. ليل انت مجرد ما فتحت وشك حلو عليا يا جدع، يخرب بيتك ايه دنيا يا يا ضحك يا ضحك. طب ايه، يا لهوي مش جاي معدين ابوكو في حاجة؟ يا لهوي يا جدعان، آه عرفت كوميديا سودا دي. يا ستريت مالبو ثم حط. الو، هاي 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 كابتن، الله غصب عني. ايه يا عم مالك يا عم، ماشي يلا بيه. ازيك يا جدعان؟ عامل ايه؟ مالك يا عم، مزعلك فيش، كنت بعمل مين مزعلك؟ تليجرام. تليجرام يا عم، كنت بعمل مفشوخ فيه شوية. كنت بعمل مفشوخ في ايه يا اسطى؟ تقول يا اسطى شغل يا عم، بس مش عارف عاش افتح ليه، مايك. عاش ده ليه. كله الأول، ده الليل بيقول ده لي كله يا جدعان، يعني عاش ايه ليه. هدخل لك؟ ايه ده، ده الليل كسب عاش، بيقول لي هدخل لك بس مش عارف افتح مايك. طب بس انا هو الواحد اتواصل يلعب معاك ورا ازاي؟ وين؟ طيب تعالوا العشاء يا جدعان. حبيبي ألف ربنا أنا، يزيدك يا رب ألف ألف ألف. أنا يا قلبي سبقتك حبيب. عامل دايت بس ولا على طول عامل دايت. خلي بس وكيس البطاطس ورا بعض كده، ايوه انت تعرف، انت تعرف ورقه منين؟ معرفش طب اعرف المهم ورا يعني، فين انت ولا هتكون فاضي النهارده دقيقتين كده نستفرد بيك ولا ايه ظروف؟ مش عارف شوية. طيب والنبي شوية ماشي بعد التايم. بص انت بتزود على حاجة مش معايا، ف كان معايا تمنيتين انا يعني، تقريبا كان معايا تمنيتين عشان ما اظلمكش برضو، تقريبا كان معايا تمنيتين. 2 5 و9 شكرا لليل، شكرا عشان زودت لليل، تقريبا الليل الحمد لله مع لليل ستريك. خدها الحمد لله. ما اعرفش معايا ايه بس هو بيزود، ف انت عم مايك يلا ايه ناقصه؟ مكشوفة يا بيضة. ممكن يكون في مكان ما قريبه ولا حاجة. ممكن يكون اه فعلا. طب العب ولا ملعبش ليه؟ انا مش عارف انت معاك ايه، اكتب لي طبعا اعمل حاجة. طيب قول الاسم اللي انزل، عمال يتهرد عليا. قلت الورق ده ما انا ما اعرفش هو معاه ايه، ممكن يكون ورق انا بيكمله بشكل ما يعني، ما اعرفش هو معاه ايه. جي و ايه و كيو واربعة وفلت، ازاي تفلت؟ ازاي تفلت يا بني ادم بنص؟ اقول لك ايه طيب، حاسب ان انا وكيل، انا هقوم ابعت لنفسي ملايين. ماشي 73 ألف يا الرجالة اللي موجودة في اللايف يا جدعان، منورين. نورك يا قلبي، منورين مصطفى والله. وخالد وإبراهيم ويوسف خالد محمد ومحمود غالب وعبد الله وكسبودة محمد سعيد كلكم. محمد سعيد ده انا بشوفه بيكسب مسابقات كتير قوي. الله اكبر. اللهم لا راجل الحسد. مجتهد. لا هو مجتهد جدا، مجتهد، لا هو عسلية. هو عصرية ما بيكسبش معايا، بيكسب كل فين وفين. هو بيكسب بس في تعالى مسابقات 15 بره. ليل، عم 15 ليل 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 ليل. تعالى فقد بعثت لك دعوة مع مرسول من الفرس. دور بقى يا ولاد، دور لا بقى. دور ازاي يا زميلي؟ لو كسبنا نتحرق ازاي يعني؟ دور يعني انا مش عارف يا اسطى في ايه، العمدة جه، مبقتش من زي أول زمان عمدة كده. لسه كاسب مع شلبوك، اتبلى علينا يعني الراجل ده، اتبلى علينا. لا والله مش عارف.
اروح اجيب برتقان واجي. لا يا عم ما تسيبش يا عم، ما تسيبش انسب. اجيب برتقان واجي، عايز اكل برتقانة. خد استفندي قلمات اهي، لا ما بحبش الشعب بتاع ده، فيها بذر كتير ما بحبوش. ده دي من غير البيست، ايه ده، هو في يوسف فني من غير دي من بذر؟ غير البيست. ده سحر اه اسمه ده ولا ايه؟ القلمات ده ايه ده، انت شرح عملت فولد؟ جميل. خد استريت اهو، بس ان شاء الله حد معاه فول هاوس، يعني في ده من 200 وفي 50، هو لو يا مفيش اسطى حد معاه فول هاوس في فول يبقى هاوس خساره. كتير، اكيد في فول هاوس. اللي معاه فردة خمسة فردة تمانية كده خلاص هو فرد خمسة حلو كده، بس لا ما خدش فول هاوس، خدها توب سيرف كوينز. سيرف كوينز عشان بيتكوين يوم ماضي. يا دي ما بتحسبش. اه صح، عشان هما هو انت اصلا كنت استريت يا برنس. حظ بقى يا باشا، اليوم اللي فلت فيه يعني. بص هلعب اهو، هلعب شوف عشان في ورق، نهار اسود الورق اللي على معاك اللايف. هو اللي بيكسب. لا اللايف متأخر موت عندي. لا انا اللايف عندي مش متأخر، صح؟ انت مشكلة عندك انت في النت. أنا يا وحيد، قلب وحيد، لو كسبت أنا الدور يا ده، لا وحيد. لو كسبت الدور ده وشك حلو. ولا فاضل لي ماشي فلاشايه يعني، من اول اللايف بستني الفلاشايه دي والله يا ابني. ماشي. أو العشرة الفلاشة العشرة اي حاجه بقى، يا اي حاجه. شباب يا شباب، اخيرا ياه اوعى أخيرا وشك حلو عليا يا صاحبي، وشك حلو. أخويا. انا تعبت طب نفسيا، شاير بس لك انا ليل ليل كان خسران. حلوه برضه، مرضي مرضي مرضي. احنا هنكفر، يا عم، مرضية احنا كنا مرضية فين وبقينا فين؟ يا شيخ، فتحت النحس شوية. انا كده خسران بتاع حوالي لسه 60 70 مليون. 60 اه يا 60 عم بسيطة بالظبط. بسيطة بسيطة، هتجيها هتجيها. دور تاني زي ده يا سلام، النحس ما طب تفكش خلي يا صاحبي، ده هتعمل اللي حاضر يا صاحبي. وطلعني معاك يا صاحبي ونخربها شربي كده كده، قصدي ليه في ذمة الله. مش عارف، هو قبل ما اجي وقعد ليه تقريبا في مكان عام. ف اطلع، روح نام يا ليل، روح طب نام يا يفتح حبيبي. افتح يا صاحبي، ومفيش حد يا صاحبي. افتح المايك ومفيش حد. ايه ده، لسه اقول افتح المايك ومفيش حد هيشتم، اكتشفت ان هو فتح قافل المايك مش سامع. يديوي افتح المايك ومتشتمش، طب اعمل اي حاجة. هتوزعوا بلدين امتى؟ يفتح المايك توزع احسن الكواد يا موزع باشا. البلدين بتاعته. بص معانا بص معانا، لا بص مش معانا صح، مش لايف ايفنت. واحد بيقول لا يا علي، بص مش موجود. بص هيطلع بقى بالليل بقى انا علي ده بحس ان البنج عنده عالي، مش لا هو مش البنج عنده عنده عالي يا لاج. صاحبي، هو عنده لاج في دماغه مش في في الستريم ايوه صاحبي. احنا كده خلصانين. حلو عايش ده، بس لو تقول لي ايوه اخويا انت، واحده، بس لو اديني نسمع واحده اخويا صوتك بس. اديني واحده اخويا. طب واقفل تاني بقى، اخويا. واحده اخويا 25 اخويا. مليون طيب عندك بدل ما اجي اقلعك في وسط اسكندريه، 25 مليون يا ابني انا كسبان منه 16 دولار اللي منه. يا عم، ابعت له 10. انت بتقول ايه؟ ايوه انت اي مش اي هتاخد منه اي حاجه 16 استغفر الله وهو العظيم خد يا رب. منك 21، يبعت لك يا عم، ابعت له 12. بتقول ايه؟ ابعت لي ليه اصلا؟ ابا احنا هو هنكسب يا عم، بيبعت انا بس بستفز. يا عم، انا بستفزه، خليه يفتح المايك هنكسب يا هنكسب جعان. ده محدش هنكسب هو سامع بيعرف يعني. يستفز غيري، ده خسر يا عم، خسر. سيب خسر. سيب فعاله بقى عشان غلبان. انا هقوم اشيل فلوس قول له كده يا عم، قول له انا قاعد الكلمة، كده كده عايش ورا. بقول الحسبة لك بتاعتي ما بتكسبش 2 جنيه حتى. هو ده حساب. قول له ايوه الكلمة بتاعتك اللي انت بتقولها له دايما. بعبيس ايوه بعبيس. ايه بعبيس ده؟ هو بيسمع الكلمة دي. انا في الشغل في القاهرة، سامعك معايا شايبين. انت بتلعب وانت في الشغل؟ بلغ عنه يا جدعان، هو في ده الشغل ايه فاسد الفجر ده؟ حبيبي. معانا ومزاجك زي الفاجر منور الدنيا يا قلبي. تعال شوف كام رجال ده، عاملين شات، مزاج ده. محمد شحتة، ايه ده؟ فادي استنى، ده كساب، انا لسه ما عملتش يا جدعان. مش عايش حسام، قولي عايش. حسام حسام ده طبيعي، ده حسام مجان ده خسروني خلاص. احمد سامي هو اللي اتكسب. فكرني يا عم، اه كده اعمل شير يا عم. عشيرة. يا صاحبي الاهتمام ما بيتلبش. لا والله عشان انا مفشوخ لسه في الشغل يا عم. مفشوخ حظه حظه حظه. الواد كبر يا جدعان، يا جدعان كبر شوية. كبو بيه عم يا كبو بيه،
كابو بيحلق عند الحلاق كبه بيحلق من وانا صغير، مكلمه من وانا صغير قال لي بحلق، يومين كبرت عند ولسه ما خلصش الحلاق حلاقه. شعره يا ابني. كابو صاحبي بيهتم بتفاصيل ال بالله عليك، في مره شفت صوره لكابو وهو حلق؟ وشعره هو هو. والله هو بيروح مستشفى بس، للحلاق، هو بيدرج بس، بيدرج بيروح للحلاق يديله الفلوس. يا اسطى ايه يا اسطى، رايح يستشفى ويدور ايه؟ ما تحلق يا ابني، يا فلوس حرام يا يعني. ابني احلق يا ابني، هو اعمل قصهم زي شلبي. يتكتب في والله وسط انا الامتحانات. هدخل دلوقتي هشيلها، شفت هشيلها ليه زيرو. ليه 10 2 و4؟ انت مدمن ولا شلبي؟ بتشيلها زيرو ليه؟ ما بحبش انا ما بقتش ما بحبش ما... اسمع، يخرب بيتكم توهتوني، ما بقتش ابا احب ابا اقف واسرح، قلت ما بكسر. بتسرح اسرح. هي اقرع انا جيت كده حالة صاحبي، اكتئاب، اخر مره سرحت حالة فيه اكتئاب من بعرق الادمان دي، حالة تبقى اكتئاب من قرعة كده الادمان زي دي. وحيد. انت ما يا تسرحش ليه وحيد؟ قديش وقت ما انت عارف بشغل الحياة ونفسي اكسب دور بقى، انا زهقت يا جدع. يا اهو 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 هو ايه بقى انت خليت فيها اهو؟ انا مفكر اروح نورمال اصلا. بلح يا اسطى، ايه الاسات، لا كمية لا الاسات لا، اللي عمال تنزل في الادوار دي. روح كريز، روح لا كريز، لا والله ما مش ينفع. ملاحظ ان كله بيكسب بقاس بس؟ روح كريز واحد. ليل معاك يا ليل، العب معاك. طب ولا ملعبش معايا؟ 6 8 2 ولد، 6 8 2 ولد، العب ولا لا؟ هو رمى اصلا اللي عندي اه جديد ده احبه، معاه مخلي اللايف 6 7 2 حلو الورق 9 بتاعه، هو حلو. بس احنا ورانا شبه بعض كل وقت، بس هو بس معاه حاسس فلاش ان انا ايه؟ طيب بكمله، حاسس ان انا بكمل ورا برضه، انا الفراغات اللي انت فاروا اصلا معايا. فيها كده ايوه شرف مع بعضنا. خلاص، حلو حلو. لا انا عندي دليب نور. اديني بيه. دليب صح. دليب طيب حلو كده، حلو كده بقى، نفوق بقى ونعوض بقى، نفوق ونعوض بقى. طيبة بقى يا جدعان، طيبة. نعوض نعوض. الطيبة. بسم الله. صعبة تيجي الأمام بعد البديكير ولا 360 حلو يا شدة شباب، بس ولا مرة شاحن. حلو ده. أخوك من سوريا منور والله، بس احنا في لايف كونكر مش في لايف بابجي يعني، ف انت احلى مسا كمان عليك اعمى بس وما عم. بتشوفش. النت عندي ضعيف مو فاتح البث. اديك طيب تحس اطلع صح. الوحيد هيخسر 300 مليون قبل نص وقت اللايف. الله يبارك لك يا عادل، الله يبارك لك. بس ابان ده، اقفل اللايف بقى، ده بلعه بان. اقفل ادي اللايف. له واحده، ادي له واحده هو عنده حق. اعطيه كومنتك ظاهر يا محمود صاوي، يا محمود صاوي يا اللي متنكر في هيئة علي النجم. كومنتك ظاهر صح. حد فيكم رد على انت بتؤمرنا يا اسطى؟ طب مش ظاهرة صح؟ ده علي نجم بس متنكر، ده مفيش حد ده يقول علي اخواتي بينج، مش كذا، علي نجم، مفيش اسمه حد. علي بينج. كل اللي يجي لايك وشات يا وحيد رد عليا، قول يا خلود، قول يا خالد علي، قول ده أقل الشرة حاجة عادي، أقل حاجة عند أخوك، أقل حاجة. انت بقى تقول قصام الكلمة بنت أنا الأحبة دي قلت ما وأنا بتشوفش حاجة بقيت يا عم. نجم اسكت كويس بس كويس. رضا 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 حلبي. ده رضا خليك هيقلعنا الليل، يفشخنا خليك دلوقتي. الليل، أنا هستناك المكرسي يفضى صح. السلام أنا عليكم. متنكر في إيه، ماليش دعوة انت بحد. بتاخد بالك ان انت كسبت لما بعدت عن الليل؟ ما فيش الكلام ده صاحبي، أنا بكسب من قبل الليل يفتح، هنتبلع على الراجل. أيوة فعلا حصل على إيد. يا جدعان يا جدعان، استفزوه معايا يا جدعان، هيفتح المايك والله. هو مش سامعنا يا ابني، سمعنا ما هو يا في عم، الشغل. سمعنا سامع سمعنا، يا عم انا في هو الشغل في سامع القاهره. بس فين في هو مش القاهره يا لين؟ فين في القاهره يا لين؟ شكرا في الله. مكسب وحيد حبيبي يا ذاكر يا رجالة، ما كنتش عارف. طب للرامي ايه ده، ايه ده؟ ابو الليالي رامي، ابو الليالي طرش ايوه طرش طرش، واطير ورف رف في الفاضي. كستاوي احا ده خسر 110 مليون في دور. احا هو ده لعب مين ده؟ بكل ده؟ هو ليه قاعد مين ده؟ ب 110 مليون قبل مش المجنون عارف، هو تلاقيه كان اصلا كسبان كام دور فكول ودخل الدور معاهم جابوا رجله. الزكازيك بيمسي احا.
زعلت انا خالص كان يعني. ليا كود ب5 مليون للشير ووحيد ما بعتهوليش. كوسان طيب اللي عادي. بيروح ما بيجيش. عارف ليه يا صاحبي؟ الستة اللي انا سحبتهم كذبت والله في اللي فاتت، قفلت يا صاحبي المتصفح بالبتاع ده وقمت نمت، وضربت بالكسبانين عرض الحائط وقصهم اي حد ودخلت نمت. فين يا اسطى؟ يا صاحبي، فانا غلطان، انا معترف. استنى بس، استنى يا اسطى، تشكيلي يا اسطى، استنى، من ضمن اللي كانوا كسبانين يا اسطى، صاحبي انا لا هو مغلطش، مش انا بقول انا بيشتم صاحبي، صاحبي غلطان. هو مش بيشتم، هو قصدك بص بص، هو بيقول لك قصهم اي حد يعني، هو عايز ينام فاهمني، خلاص مش يا الشغل. عم، انت بتعيد ليه يابا؟ في مالك انت مش في؟ عايز اشرب حد يا صاحبي، بس انا مقفل ما زي انا مش دلوقتي عارف كده انت زي اللي، انت دلوقتي. من ساعه ما بقيت مدمن انت شلبي، وانت الدنيا بقت خربانه معاك. انا اتعلمت منك يا اسطى. هنظبط الاداء، اتعلمت مني، انا قاعد سليم اهو، حد قال لك انا حالي قرع؟ مش هجيب حالي قرع الاسامي بتاعت لسه الناس بقى اللي كانت لها اكواد اللايف اللي يقول. فاتت، وابعت لها صاحبي الاكواد بتاعتها، ومن اول دلوقتي مش هبعت اكواد تاني، لان الاكواد بتطلب مني مجهود وانا مش قادر ان اعمله. جدع صح على دماغك محترم. لا يا صاحبي مش على دماغك يا صاحبي، هو على الكرسي اللي قاعد قدامك يا عادي. عم، انت بتفلت ايه ليه يا عم؟ الاستريت ده؟ ايه الاستريت ده؟ هو اللي بتفلت الاستريت ايه؟ وخمسة حرمي 30 فلاشات مليون بورق اللي معايا ده يا صاحبي، انت والله العظيم. كنت عايز الاستريت اقول لك العب، بس هي وخمسة تقلب فلاش، هي تقلب فلاش. استريت وفلاش. ها بص علي نجم بيقول لك العب، الدور هيبتدي دور جديد، هو بيقول لك العب. يا عم ارحم دين امي يا عم، يا عم بقول لك ايه، قلبت فلاش. فعلا. لا، وواحد تاني فلاش كان معاه فلاش بالبت ده، كسب فلاش بالشايب يعني، اللي هو تمام. برضو. انا عندي دلي، عندي دلي بصراحة. ليل سخن ولا ايه يا حيد؟ ايه ليل سخن سخن غريب ولا وحيد؟ بديله يا اسطى بوسه. انت ليل سخن هو انا ولا مش ايه عارف، وحيد؟ سخن انا مش عشان عارف ايه؟ والله. ايه ده، هو شكله كده اللايف عنده متأخر لا فبيقول لا على الدور لا اللي كسب. ان شاء الله لا. عارف يا خلود، عارف يا حبيب اخوك، عارف يابا، عارف يا يا وقت خلود، الورق قليل مش هو حاجة اللي جديدة بيكسب، دي مش اللايف دي يعني. بقى. والله صدقني انت لو اتفرجت على اللايف من اولها محمود، هتعرف ان الورق قليل مش بيكسب في اللايف دي، او الورق العالي اسد بس اللي بتكسب اللايف احنا دي. لعبنا بالورق القليل. لعبنا كل الورق وبخسر والله، اي ورق بيخسر يا صاحبي، مفيش ورق بيكسب اصلا. انت بتعمل دعاية للعبة ولا دعاية ان انت تطفش من اللي زروح؟ هو لو شغلتي دي الهدف منها الدعاية، ارفدوني. البس ده انت نزل لك بنت يعني، نزل لك بنت، هو شايبين او ونزل يكسب شايب. ايه؟ طم دي لعبة. انا كان طب ما معايا هم فول هاوس اصلا يا صاحبي، معايا فول هاوس والله، بس انت هو فول هاوس، بس هو فول هاوس اعلى منك هو بشويه، افول اعلى منه، مني هو بقى، اقوى بصحان. منه. هو افول منك فعلا. هو ده يا جدعان اللعبة اللي انتوا عايزين تلعبوها، يا خسارة الفول ترى هاوس. الترابيزة كلها كان معاها فول هاوس. يا اسطى النهارده فول هاوس كتير كتير يا قوي. جدعان هو مان نو فول هاوس يا ايه جدعان يكسب يعني ولا ايه؟ انا مش ولا فاهم، ما في فول هاوس اعلى مليانين ده منه. ليه؟ انا معايا سام علي، عامل التشيك عن فين من بنا. كويس، من تعدي بنا ناحية بيجيب، اللايف. من بنا بيجيب. صعبة تديك الأمام بعد البديكير مالها، بعد المانيكير مالها. كبو فين؟ كبو بيحلق. ايوه احلق احلق بيحلق اسلم، احلق احلق. حبيبي، بس طب خمسة، طب ولا سبعة كده؟ هنلعب، هلعب كورة صعبة عشان هما لو شافوا ان احنا لعبنا زودنا كده من غير ما نزود. حاولت ان انا اهرب منهم ما عرفتش. هو بيعمل ايه المجنون؟ خلاص هو كان عايز نزود ريس في ريس، بس ايه انا عرفت ان ستريت هما يا وقعوا. اسطى؟ ستريت يا صاحبي، مفيش حاجة اسمها ستريت يا صاحبي. بس هو فلده اصلا، مش خلاص تخيل يعني. بقى هو كان معاه ستريت وبيشيك معاك. يا دين امك العجلة دي ما زمان. تطلعش كده فيها المية دول ابدا ابدا والله، والله ابدا. اقصى مبلغ يا كسبته اسطى، في هي العجله ما دي، تطلعش، ما تطلعش الدور ده بتاعك يا وحيد. لا احساس. احساس لا 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 عايزين الاربعه يعني، انت شايف كده؟ ده انت عيلة قوي. لا يا عم، فلت فلت. ما تكول يا عم، لا لا تكول لا، ايه يا صاحبي؟ ما ورا 15 ولا 20 انا مليون بتكلم هكمل على اللي رايز لوحده على طول ده. قليل. منزلش اي حاجه، بس انا خايف ده يشدوك متوحد تاني قليل والله، انا خايف بيشدوك قليل والله، بيشدوك يا يا صاحبي. قلبت فلاش. يا رب يكون معاه فلاش. يا رب يطلع طب معاك. ولا هي التاني لا عمال هو حاول يشدوا، خمسة ولا التاني ستات دي، عمال يشدوا. هي والنبي ليه؟ الحمد يا لله رب يطلع معاك في فول هاوس معاه ولا فلاش شايف ايه؟ بالايس ابن الوسخة. فلاش بالاس. يا صاحبي لا احنا لسه ما عندنا ايوه، الكود. انا كنت متاكد ان هو معاه فلاشة الايس. هو ليه هي الرسا، سارق، الرسا سارق بنك الغشيمه ولا اللي ايه؟ جايه دي. انا كسبت معانا واحد من الكابتن المحظوظين اللي بيكسبوا في العجله، اسمه محمد شحته. الله ينور عليك يا عم، عقبالنا. كسب 200 مليون.
لا يا صاحبي، انا اعرف ناس كسبت منها مليارات. هروح بعيد ليه يا جدعان؟ محمد عماد اهو اه كسب محمد منها، وزين كسب منها، اللي بتفشخر انت منهم كسبت دول ايه؟ والله. انا كسبت احنا بقى خمستاشر كسبنا ايه؟ مليون انا في خمستاشر ناس مليون صحابي كسبوا منها برضه، انا كسبت 1,200,000. جدع. لا بس يا اسطى انا ما طلعتش عن ال 30 مليون لا يا صاحبي، انا لا، 30 مليون ايه؟ انا يا جدعان، انا والله قعدت العظيم كان فترة فيها كده مليارات. العجلة اقل حاجة كانت ايه بتخلص ده؟ ب 3 مليار، ما كنتش بكسب حاجة برضه. انا مش فاهم ده أول ما كده نزلت ليه. بس كسبتها مرة واحدة انا بعيش غير قلب 430 احمر، مليون. بعيش غير الله قلب ينور احمر. عليك يا ممكن تكسبهم على مرتين يا خالد هلال ولا ليل، انا دين كسبان. ام على ليل الورق ليل ده ليل ليل، انا معايا 8 9 يا 10 ولع ولد، حلو، ولع 8 حلو. 9 10 ولد. لو انت معاك حاجه بس ما انت معاك تطلعهاش ليه؟ فلاش، يا رب يطلع معاه فلاش. اوبا، العيال ده معايا هتفرمش. 9، انا معايا 9. انا ايه ده يا جدعان؟ في دي ليه ابن لذينه؟ ايوه، ما ده اللي بتكلم فيه. مفيش حاجه نزلت وحاء قدامك. وحاء الوحاء، ما تنتشنا واحدة يا أخويا. ريز اه ريز والله ما خلي قرب. ريز ريز لا لا، عليه، قول 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 ريز قول قول، عليه. هيفلت لا هيفلت. مش هيفلت، مش فلد هيفلت. انت، طب فلد انت، ربنا فلد انت يستر. ليل، فلد انت ليل، فلد انت زي ما تيجي تيجي بقى. الواد ده شكله غشيم. انا اه ده ناقص بيرمي. يا لهوي، يا فلد يا رب يا اسطى ليل، فلد يا اي ليل عشان ورقة ما تعالى. يكسبكش خلاص انت. يابا، وفلت يابا، والدور خلص. صلي على اي النبي. ورقة بقى يا ابني حلو، من ناتك. عاش عاش بس عاش. يا ده يا وحيد، بس كان الواد ده معايا ايه يا بقول لك اسطى؟ ايه، ما تبصليش ليه بقول عشان لك ابي ايه، انت اقفل. معاه 9 يا خشهم ولاد معاه دي. 6 و9. انا ربنا رزقني بالثمانية الأخيرة دي. بس الثمانية انا هي قلت لك ايوه. ينزل اي كارت. يا ابن اللذينة، يا ابن اللذينة، ولا ده مش سهل على فكرة. الواد اول 3 كروت وعارف بقى كلها. لو ما كانش نزل الستة وما كانش نزل الثمانية انا كان مش هو مع عارف هو الاس، مع كان ايه، هيكسب مش بالليل عارف. على انا ورق. بستنى اشوف هو جاي لي حاجة. هو يمين شمال هو اللي كان كسبان فول هاوس اول 3 كروت. ايوه. طيب فولد يا عم، فولد فولد. فلت، ما اعرفش هو معاه ورق ايه، ومعيش ورق خالص. انا هو ايه الريس اللي محمود عمال يرقص؟ معاه ورق انا مش ريس. عارف، هو باين عليه سارق ممكن سريقه يا اسطى فاهمني، وعايز عادي يلخص الاول، الدنيا قبل عادي ما يتقفل. الاول عادي، شوف الدنيا ولا شوف اي ورق سيئة يا اي صاحبي، حاجه. بس ربنا كرمه بواحد متخلف بيشتري منه بسعر غالي. ربنا وعدنا بالنفس هذا بيشتري الشخص، منه بيه. سعر غالي شوية. الراجل ده دلوقتي بقى غني من أغنياء سويسرا. اللي جنبك ده وحيد مش هيقدر غير لما ياخد فلوسه. ياخد فلوسه ايه ايه يا ده؟ عم؟ ما هو مقشط الراجل في حوالي 100 مليون، ده احنا لسه لنا فلوس واثنين عنده. هو معاه بقى، ما هو معدي تلاقيه معاه 200 ولا حاجة. انا اوعد له بالمية، هتشوف اخرتها ايه معاه. في ستريت وفي فلاش وليلة قعدت انا معيش اي حاجة في الليلة دي كلها. ولا اي حاجه. هو ليه بقى لو معاه نزل لي الفلوس خازوق، نزل لي خازوق بقى معايا وان بير بالاس. انا معايا اس ونزل اس في الارض. ملوش عادي؟ اه والله. طب انا مش عارف انت بتزود على ايه يعني، بس العب معاك اشجعهم انهم يلعبوا. بعد كده فلت انا بعد الرمية. هو شكله ما اقولك معاه فلاش ستريت. طب الحمد لله معاه فلاش، بس ماشي ايوه انا بقول لك يا عم. انا كسبان منه نفس ال 13 مليون دولار اللي فاتوا فريتش. حاولت اشجع الناس رضا بس رضا. الناس ما تشجعتش. اسف لو ياخدهم منك يا صاحبي، ياخدهم فداك. يا سلام، احنا قاعدين بنلعب ليه يا صاحبي؟ اللي ملوش قلب ملوش بتاع. صح، جدع نزعلش على الفلوس فهمان. يا احنا يا باشا، نزعلش على الفلوس. ان احنا مش بنحسبها بفلوس، احنا حاسبينها ايه يا عم؟ دول 100 مليون، عارف لو حسبتهم يا عم دول 300 جنيه. يلا هو طير، ما ينفعش. هم ما بيعملوا ايه زمان في دلوقتي؟ يعملوا يقول ايه لي ب 300 بتزايا، جنيه اصلا؟ يقول لي بتزايا يا صاحبي. انت هتقول ايه؟ بتزاي يا طب يا عم، بتزاي بتزاي يجيبوا ب 300 جنيه. بتزاية. أحا وحيد، مش بتزايا وبس يا صاحبي، بتزايا وبكت البطاطس كمان. لا بكت صدق البطاطس. ما لسه يجيبوش هتاكل بطاطس؟ اغمى معاك فلاش بالشاي يا وحيد. عم مش عرفني، هعرف منين إيه؟ انا ساحر انا. أحا على الدور انت جاي. ليه، انت ليه غاوي تنكد عليه يعني؟ انا ساحر، هعرف منين انا يا عم؟ كان انت هيبقى ليه دور بتلعب عين. بأي ورقة ليه؟ ليه بقول لك يا ورق صاحبي، ليل مش حلو ما خالص. بحبش انا الناس اللي بتقعد تراجع بعد الامتحان. انا ده اللي ورقة يا صاحبي، خلاص انا ما شفتش عديها في ايه يا عم. وبعدين ما الكومنتات كلها مش متوصية ايه، كان جيبك فلاش، كان جيبك فلاش، كان جيبك. خلاص انا خلاص يا خلاص خلاص يا جدعان، جدعان، ما بحبش اراجع عادي والله. خلاص يا جدعان. دور. الدور ده مكتوب عليه وحاء. بس حرمي الفلوس اللي معايا كلها ارمي. لا 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 تلعبش. لا، الله يا جبان يا كانش دوري ولا قشرت منه 100 مليون. احا في قلق من الفجر.
جاحد 100 مليون ايه ده، واخد فول 100 مليون، واخد 100 بالظبط يا ابن الناكة. ما هو تلاقيه يا ابن الوسخة. ابوس وشك يا ليل، ابوس كل حاجه فيك يا ليل. كفايه كفايه افتح ريز يا المايك. صاحبي، كفايه ريز يا صاحبي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا اخواني، منور يا الدين. لسه جيب في سيرتك والله محمد عبد الله، لسه بيقول اخوان اللي شرفنا وكسبان من العجله. انت رمز للناس اللي بتكسب معاه. اه يا صاحبي انا معايا 8، ما لو نزل لي 7 معايا ترتيب. يا رايا يا ولو نزل سيا فلاش يا هتخبط دماغك على ليه الهيد. الفلاش من كلمتك يا جدع ده انا فقر. اوه زهقت انا عيل رخم، رخم. الواد الواد ده ده رخم. بص انا قلت حاوس لك مش يتزن، هيهدى. عيل لعيب. لا لعبت مش ايه؟ لعيب ولا حاجه، هو اصلا هو معاه، بيلعب هو كوره، معاه فبيرمي وخلاص، فبيرمي. هو فانت معاه اه بترمي وخلاص. فبيتجوز ارمي له بقى. مش للدرجة دي، اصبر. هو معاه فلاش، معاه ورق بصراحه جامد يعني. ايوه بس انت ما بتضمنش لا تشوف بس هو لعيبة اكيد مش بالورق هيرميهم يعني، مش يا ابن الدرجات دي. التيت. هو ليه معاه ايه طيب؟ لا يكون معاه معرفش ليه شاي. معاه ايه، معرفش انا ليه معاه ايه، مش عايز يتكلم. اعمل ايه انا طيب يا يا جدعان؟ لهوي. طب اكتب طيب ليه، اكتب ومش ليه هيعرف يكتب برضه، ما بيلحقش يا عم. بتزود لدي يا عم، يا عم يا ارحمين لهوي امي. يا عم، نعديك ام نفسي. هو بيعمل ايه؟ هو معاه ايه؟ اكيد هو معاه طب 5 و8 شايف اكيد يعني، معاه معاه 5؟ 5 و8. طيب طب ممكن شايف العب على معدل الفلاش. الثمانية، ممكن يكون معدل فلاشة الثمانية. طيب، أي حاجة. ايه جاي فداك تمام يا عم، 8 200 مثلا. خدهم. وفي الآخر خسر. احنا ال آه يا ليل يا ليل. ده بيرمي. هو بيعمل ايه؟ ايه ده؟ ستريت شكرا يا ليل، ايه؟ شكرا. فلاش يا جدعان، بس فلاش قليل. اصلا استريت فلاش شكرا يا ليل، بفلاش. شكرا يا ليل. وانت لا عاجبك فلاش ولا فلاش، فعمال هو لك لو ليه ما كانش يعني؟ رايس من الأول كان أحسن. شكرا يا ليل. ليل ارجع ليه بيعاند نكمل مع شغل الواد ليه؟ الغلط. رحم. كده 300 لا مليون يا لا لا خليل. لا 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 اوه صدوع، صدوع من العظمة، صدوع صدوع. احنا هنعمل عظمة لا، دلوقتي، كرة وحيد دي وصدها عايزة، دي ومقدمة. عايزة واحدة لسه، وحيد عايزة واحدة لسه، وحيد. وانا لو طلعت ديس اللايف على الفيسبوك هتهنج والله العظيم. بقى مؤخرة مؤخرة يا اسطى، في تلاقي كبير. أخويا أخويا. ايوه كده. ايه بقى ايه بقى دير ورا ابن المتاهة كده؟ لا لا، فرد ايه واحد ده؟ فرد والله. الورق ده حلو بس اسكت بقى، اسكت الواد بقى رامي كتير. يا عم، اسكت بقى يا عم. قاعد بيعمل ايه هو احي اصلا يخرب بيت ابوك. يا ابني، دي مومية دي، مش انا بقول لك الواد رامي كتير، فبلاش نلعب. نيو فاكر الدور اللي بعتهولك شلبي؟ بعتهولك سكرين شوت، ده كان جامد فشخ يا اسطى. ايه يا بتاع انت وهو في ايه؟ ايه ايه هو لا لا، ده الفكر دور اللي بعتهولك كان جامد فشخ؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ دور يا اسطى، بمليار و100 تقريبا، غارة الرز واحد. واخده فلاش على اخر كارت. كنت غير الترابيزة ده صح؟ هو احنا لسه شفنا حاجة على الترابيزة نغيرها. الواد ده خريبة. ايه مش الواد عادل، ايه؟ ارحم يا حوار. الواد ده ما بيخسرش. ما بيتأثرش معاهم الحوارات دي، صحة ده ما يعرفنيش. هيكسب برضه اه توني طالما كوب فتحت معاه كده. قاعد رفع شعره كده عند الحلاق وقعد بيدعي علينا لو طلعت دلوقتي من غير تخسر. ده بقول لك استنوا يا جدعان، بس نص صايه بس. بص ايه يا جدع، ده عدى اكتر من ساعة ساعتها. هي فعلا اهو ساعة الا ربع. يا سلام، يعني انت قص امك يا عم. الله،
خلاص شفت يا شفت صاحبي بقى، شفت خلاص يا ايه صاحبي، ده؟ سيب حاجة لغيرك يا سنة عم، تسعة والمصحف يا جدع بيلعب بأي حاجة يعني، هي أي حاجة وخلاص سيب حاجة لغيرك يا صاحبي معايا خلاص معايا يا عم ملايين يا جدعان، طالما معاك مقويات. ملايين والله أي حد يعمل كده، لو معاك ملايين هتفضل تكول على طول. اهو طب يا جدعان اخر جيم في اللايف خلاص، وكان لايف جميل سعيد شلبي حاجة جميلة، الهدرة ب 105 محدش يتكلم يا جدعان عشان ما يبوظوش الحطة، هح. هما بيفرضوا أصلا. صح أنت اتلسعت ولا إيه؟ يا لهوي ماشي، 9 تن، يا لهوي 9 تن ساعتين وخمسة وخمسة بس، على الأقل أنا ما وربع. خسرتش بشايبين بنته، وإيه زي الولد اللي كان اللي ما بيخسرش أصلا، ده إحنا عندنا عينك نايمة. مش تمام، أنا دلوقتي معايا 1,900,000 تمام، يا برجولة لهوي برجولة 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 آخر سحبة. كل واحد. لا يا بابا ما تسحبش، كل عليه بعض ايديه يا جعان، لا يا عم اي ايديه اشوف ابعت له 100,000. احنا اخر سحبة خلاص، كسبنا كسبنا، عوضنا عوضنا ما عوضناش خلاص. يا عم جميل يا اسطى، احا بس خلاص خلاص يا جدعان، سيبوه سيبوه بس خلاص. جالي في ملعبي، جالي في ملعبي بيل بيقول لك انا على ام على 50، ام 50، خلي اللي على ام 50 كلهم ينط عليك. انت بس لو تفتح المايك قليل، ما تفتح المايك بس، لكن انا كده عجلت منك قليل واخسرك فيها، فعلى ايه يا عم؟ على ايه؟ اقول له ما تزودش رحمه يا عم، قول ان يا عم وهو خسر 20 وانا هو خسرت برضو 50، انا لعب عشانه. انا هو خسرت مش على 50 حاجة وخسر يا اسطى، هو 20، برضو هو كان معاه فلاش، بس هو الواد التاني ستريت فلاش، ما ده هاك هو ده. برضو أول ما شاف الفلاش فاهم قال لك يا ريس. فيها فلاش فيها فلاش فيها فلاش، بس هنخوفه كده لا نشوف انا ما هو هيعمل تعتمدش بيس الفلاش، كام وكده. ما فيهاش فلاش، انت شيوبة واقف على طبعا. الشايبة الشايب والثمانية، شايب احسن حاجة عايزين شايب يا عم، بس هو كده ده فلاش. في فلاش يا صاحبي. يا جدعان ما تعتمدوش على الفلاش لا يا لا جدعان هنا سيبك والله. لا لا منه مفيش سيبك منه فلاش، لا سيبك معهوش منه فلاش، سيبك منه. تعبان ده. دي بعيدة أوي إن ينزل عليها فلاش على طول. والله ايه بعيد يا عم، والله والله ولا ولا أي اي حاجه، هو حاجة، انتوا عادي ما عادي جددوها. عادي فل ده يعني. فل ده ده جامد فل وحيد. ده لا فل ده، انا معرض سنه. شكرا كده سكواد. طب ما في اصلا ترابيزه كانت مليانه وما تقوم تشوفها. ما مليانة على الاخر بتسعة. لا 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 خليك يا هنا عم عادي، انا حلو كده حلو كده يا ابن الكلب يا معتز. كنت عايز اقول لك فلد اصلا، كنت عايز الورق اقول مش حلو فلد. اصلا، على لا فكرة مش الورق ورق ده جامد حلو جدا والله، وعجبني، والله مش حلو والله، ورق اسمع مني بقالي فترة بلعب كريزي والله والله، جامد. والله مش حلو والله. بلاك فترة لعبت كريزي، كنت بتعب اتسلى كده بالليل كده وانا قاعد. ايش جربت النورمال؟ جربت النورمال بس مش حابب جامدة النورمال، هبد قوي يعني ما... بس بقت يا اسطى غريبة يعني، ايه بس تبقى كمية معاك اسين وممكن تخسر الهوسات بيهم دي؟ عادي. اسين بتخسر فعلا. بينزل فول هاوس، يلا بينزل فيها فول يلا هاوس كتير وستريت. انا بقوله، ولا اللي اسمه كونت ده اللي هيكسب. اوبا احا، طب انزل لول ده صاحبي نزل له ورا، صاحبي التاني نزل له ورا فول على اخر هاوس. لحظة. اكيد. اي هبا لا التاني ده قال لك معهوش حاجة وانا معايا اس فاهم. النورمال عاد بينزل عليها ورق الستريت كله عالي وفلاش وفول هاوس. ما بحبش الاس والعشرة ده، ما اعرفش ليه. ده ايه ده؟ فكر العب ولا مش عارف ايه الورده دي، انا ده عاوزك عايز ازاي والله؟ كول 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 لاش عايزه، انا كنت عايزك مش توديله عارف واحد شايب. بصراحه، ما تنزلش ورقه تاني حتى يا جدعان لو نزل ايه برضه، ما خلاص كده الدور طلع ليه ليه؟ خوفه بس حلو فهمت عاش. انا بقول لك، انا كنت عايزك توديله هو ما نزلش ورقه على اول هو جيم فاهم؟ تقريبا ايوه ما انا كنت معهوش حاجه اصلا. هو بيريز وخلاص. بس حلو يا فلت ابن بقى، العم العب بقى بس بس اسكت اسكت يا ابن الكلبة. حبيبي، مش هينزل الواحد ورا، لا مش هينزل ورا، الله طيب ودي حلو على أوي طول
يلا يا ابني المتناكر. يا ابن عاش الذين. عاش عاش. ده انا عايز اقول ودي لك ان بقى الواد ودي ودي الاخير، على طول. الواد الاخير نقصك، انت واخد بالك انت؟ اه استنى بس، استنى بس يا صاحبي طب عشان عايز كفايه، اشوف بس انا استنى بس بدخل على عشان سي كام. يراجع بس خمسين في يراجع. خمسين في خمسين في خمسين في خمسين في ايه يا عم الخمسه بقى تلتمية وستين، 250 سحب في اللايف دي 250 و 360، 250 610 و 360، 610. تمام، خدهم رجعهم بقى. انا بقول كده برضه. الحمد لله. بس كده حلو قوي. العب بقى كأنك بتبدأ من اول. مش عايزين حاجة من التاني. اه يا عم، لا يا عم يكون الشغل ما صعبت. لا هو قسم الشغل عادي يعني. برضه يا اسطى سامع لما برضه. بيعرف اه المخبرين اللي معانا هنا في اللايف بيتضايق شوية، بس احنا معانا لسه مخبرين اقول. دايما ترشحين في الكومنتات يا جدعان. اول طب ما دي سامع بقى، دي يطلع بقى لايف تدفع بقى 600 بقى دول. ايه الهرب ده؟ يا لا 2 مليون. ستة ليه حلوين، حلوين 600؟ خد والله، 6 حلوين يعني، حلوين. احسن من 600 ألف. زينة والله زينة. اه فنروح اسحب نغسل يا باشا، الملايين، فنروح سحبين تاني من فلوس الشغل. هي لا لا لايف مش هتخلص انا عارف. طب بقول لك ايه يا حسام، ابعت قول الاي يا دي يا صاحبي. صاحبي، ابعت الاي دي يا صاحبي، خد ثواني كده تنزلوا الايفنت الجديد ده لو بتاع 100 مليون. انا بتنشى على اي حاجة. بص اي حاجة، تعال اي حاجة، هذا اي حاجة ال3000 دي ولا بصرف دروس؟ اه. انا قلت حسام بقى تايدي، ما قلتش انتوا العبط تايدي. خلاص حسام بقى ماركة مسجلة خلاص. انا مش عارف كلكم بقى اسمكم حسام، لا يا صاحبي ما احنا عارفين ان اقول حسام بقى تايدي، انا حسام هتوزع دلوقتي. كله بقى حسام. احسن افتح انجز تعال يا اسطى. انت انا مش عارف زعام، انت زعام، حسام يعرف، حسام يعرف افتح ده انا اسرع منه، بيشتمني. افتح شال انا اسرع منه. اللي بيشتمني انت ها. لسه مكتشفها دلوقتي، اكتشفها جوه نص ساعة. بابيس بابيس بص يا صاحبي، بابيس عليك. لما 50 ولا صاحبي ال 30 مليون دول اسحب لك كام راجل جدع؟ 10 تنفار، ماشي 10 تنفار. ماشي، هطلعها دين امي، هاخدهم مش هسحب حاجه. اللي يبعت الاي دي يبقى فاتح. ايوه قول الاسم اللي بتكسبه بس، انا هسكت عشان تتكلم. لا الزجاجيك بقى يا حسام. بص محمد عادل بيقول لك ايه، انا بحبك يا حسين. انت حبيبي. سيب بس حسام يتكلم عشان الناس تسمع صوته كده، عشان نعرف هلا مين بقى اللي سمعني. كله كله بقى حبيب حسام دلوقتي. ابن حسام اه حبيب ما الملايين خلاص، يعني. تعالى خلي ده بنجاوي. استنى استنى، زين معانا في الكومنتات تقريبا. ايوه اهو، احلى مسا عليك يا رجاله، عاملين ايه؟ والله كنا لسه نجيب في سيرتك انت كمان يا زين، لسه قايلين محمد عماد وزين هم الوحيد اللي جدعان شرفونا التاني وكسبوا في عمالة الحاجه. تمطر، ايه ايه عماله ايه؟ عمالة العريس تمطر تمطر يعني زين يا صاحبي؟ ده لحد يوم الجمعة هنتناك كلنا. صاحبي ما اسمهاش تمطر انا يا صاحبي، اصلا سامع صوت المطر وانا قاعد جوه. اسمهاش تمطر يا اسمها صاحبي، بتشتي يا وحيد، ولا اسمها بتشتي بتشتي يا يا صاحبي، وحيد، ولا بتشتي يا صاحبي. ده التهديد بتطرطر. بقى. آه لا التتر دي برضه، هو يفلاح حيوي اسمها بتنطر يا صاحبي، بتنطر. ايوه لسه بتنطر. هقول لك، تحس ان كنت استحباب لسه فوق يا يتم جدعان عليك اللي كده. يبعت الاي دي يا يا جدعان. اسطى انا كنت فاكر انها اسمها بتندع. يا خالد انا ماله؟ انا حلو ولطيف جدا يا خالد، بص يا عيب يا صاحبي، خالد. ما بتمطر دي في الكوره، بتشتي دي في اسكندريه، اي هبد عبد اللي الله بيتنجد بودة، تاني في اي حته تعرف فلاحين معروف. بتنطر بقى في الفلاحين. ها على بودة. بتنطر ده يا صاحبي، يعني السحابه فوق ماسكه صابونه دوف وهوبا هاتك يا دعك، دي كده بتنطر علينا. ابونا نضف. ماشي يا بودة، مبارك يا بودة. ده أول وانا ثلاثة. والنبي يا حسام، معلش وانا والنبي يا حسام. طب فين اي مين ديك ده؟ يا وانزل بالاي دي، هو هيشوف هياخد يعني، هو هيشوف هياخد. هتتكلمه بلاش. الايديا بتاعت ايه؟ هياخد اه يا اسطى، بتصحصح عيب مش عارف عيب. ايه. جود جوب. ايه ده؟ نحس نحس، ماشي ده نحس، ولا وحشني معاه والله يا سن جدعان. وخسر، حبيبي ولا يا معاه شايب واس زين، وخسر. هو ده طبيعي يا يا اسطى، زين ده طبيعي ده طبيعي. شايب واس، شايب واس واسين كلهم خسروا، مش هيجي على الغلبان اللي إيه، معاه تعالى محمد عادل. محمد عادل. اهو محمد الراجل عادل. ده اوه
يا جدعان انتوا عمالين تقولوا لي يا حسام يا حسام، انزل بالاي دي، هو مش هيشوف غير اي دي. براحتكم بقى. وعايز اقول لكم حاجه يا جدعان، انا مش هستنى حد يفتح، يعني اللي بقى فاتح حظك كان هبعته. فاتح على 100 كريزي، خلاص اللي راح راح يا احمد يا اشرف، فما فيش تاني. تعالى تعالى محمد سعيد، رغم انت بتكسب كتير قدامي، بس تعالى. كلهم بصين لك صح، الدنيا كلها بصين لك يا صديقي، اهرب كله يابا. حقودي. اه انزل بنت بقى، انزل بنت بقى، انزل بنت بقى، مرة من نفسي بقى، مرة. ليه ينزل قلب؟ ليه ليه؟ مش مشكلة، احنا في كريزي مفيش حد معاه فلاش، ينزل بنت بقى. غير يا اسطى، غير غير غير، بلاش غير ايه؟ كريزي. غير ايه يا صاحبي؟ غير ايه؟ كريزي جامدة يا جماعة والله. اه اللي هينقدني، ليه واسمع لا اهو. اللي هينقدني، اللي هيموتني لو يا صاحبي. وصل اهو. ايه ده مريس؟ ده في حاجة غلط. هو مفيش حاجة غلط، هو فضل قاعد على الترابيزة مع نفس الراجل تقريبا، شحن مين ب 6000 مين جنيه وخسرهم مين وراح جاي. مين 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 دي مين ناس مين مبروكة مين ليه؟ دي ناس مبروكة، احنا مش هنعرف نوصل في بركتهم حاجة يا صاحبي. فتحت يا بنجاوي؟ ما بنجيش تعال فتلة في لباسهم يا صاحبي. انا كل ما امتلكه دلوقتي 23 مليون. بنجاوي، انت مش هتعتقد عارف، انت بنجاوي فعلا يعني، بجد انت بنجاوي. بعت الاي دي سي بي مره وقافل برضه. طب ما تفتح، خلاص يا باشا، خد غيره. ما انا هاخد ده اللي هيحصل. ما تبعتش بقى الاي دي تاني يا صاحبي. تعالى بليا، بليا ودماغه العاليه. صاحب السعادة، صاحب السعادة، أنا فاتح، صاحب السعادة، أنا فاتح، صاحب الأم يا السعادة، ابعت أنا فاتح، تعالى يا اسطى، انت فاتح؟ تعالى والله، صاحب والله السعادة. العظيم تعالى يا عم. بقول فين لك هو؟ انا فاتح ومش هات لك الاي دي يا اسطى. ده صباح انا الفل، ما ده خدت. فشيخ، ده انا كان معايا فول هاوس. تمام استنى استنى يا اسطى، على فكرة بعت لك يا عادل، ها ببلاش زيطة. تحب انت عادل تسمع نفسك كلام عادل؟ عادل مين بقى؟ ابعت له والله، ما بحبش تشغيل الدماغ. بسم وحيد الله. انت موجود امتى على الواتس؟ تعالى يا عاوزك احمد في يا موضوع خالد، كده. يا رب تكون فاتح يا احمد يا خالد. بس انا والله العظيم ما بفتح الواتس خالص الفترة دي، بقالي مدة ما بفتحش الواتس. انا معظم صحياني بيبقى على الفجر كده، بصحى على الفجر كده افضل قاعد لحد مثلا الظهر. فلو عايز حاجة كلمنا على تعافر برضه صح، صفحة، كلمنا على صفحة بكر يلا. ناويين توقعوا بضاني مني؟ ماشي، أسطى سلامة بضنك. انت عندك اصلا؟ عيب عليك يا عم، انت فكرت اسمي شلبي ولا ايه؟ بس يا صاحبي، بس يا صاحبي، يا شلبي ما تهزرش معاك كده يا شلبي. انت مين؟ عارف الكلمة اللي انت قلتها دي في كام رد عليها يا صاحبي؟ مين؟ ده هو ايه اللي احترم حصل؟ نفسه، ده هو احترم نفسه واحترمك واحترم ان احنا في لايف. والله يا اسطى، يا اسطى ايه ده اللي لو كان حصل؟ كبه، ده لو كان كبه والله ما كان سمى. ايه؟ لو كان ايه؟ كبه والله تعالى ما كان كان سمى. ايه ده؟ تعالى انا مش سامع حاجة. مين بيتكلم؟ الحمد لله. ايه اللي حصل؟ احسن ايه يا عم احسن، اخوك؟ ايه يا مش حبيبي؟ كده احسن؟ خد يا بدل، انا اخويا بهز. اخويا بابا الراحة. ودني خسرنا اخر مليمين، الحمد لله، طب الحمد لله بعت اني لك جدع انت اكلاني كده. الحمد لله اني زياد جدع انت كده. قدر رمضان، ولطف، قدر ولطف. تعالى زياد، تعالى ابو الزوازين زازول. عايزين نسمي الاكونت ده ابو حاجه كده يعني، الزكازي، نسمي الاكونت ده ايه؟ نسمي الاكونت ده ايه؟ سميه بسبوس الدباح، يا وحيد. لا لا لا، وحيد سميه بسبوس. الدباح، الدفاح، لا لا، الدباح. بسبوس بالله عليك، بسبوس بسبوس ايه ده؟ مين والله. اللي قال الدباح زيي؟ انا قلت الدباح. قال لا، قالوا اتنين دباح هم، واحد اتنين بسبوس دباح والتاني يا عم. راح. تطلب ايه تاني يا اديك فندم؟ ترتاح. اكتب لاقرع. لا لا لا، اكتب بسبوس تريقش واحد يا بعد اسطى، اللي. جبته من ازاز. ايه يابا؟ عندي شعر يابا، مش هقرع يابا. يا ايه عم يعني شعر شعر يابا؟
انت مدمن جوني. انا والله كنت <بتكت. تصفيق> حلوه انا عايز اقول لكم يا جدعان اوعى تحس انا فاتح يا صاحبي. انا باخد الناس اللي انا شايفها متفاعله معايا على فكره، ما مش قاعد مش اي زيطه هي. خلاص كده مش هتعرف تغيره تاني. عايز اغيره صح، ده اسم عالمي ده. بقول لك يا وحيد، الماركه دي ماركه مسجله. اياك تقابل معاك، اياك تقابل معاك محمد عماد ضروري يا صاحبي. ها ما انا قلت له والله يا صاحبي، بس على فكر كده انا مصحو. هو لا كلمه عشان هو معاه موضوع جد يعني. حاجه كلمني من كام يوم. ايه يا ابن الوسخ اللي مزعله؟ ولا حد يقدر والله. لا مش زعل، مش زعل، هو عايزك في حاجه، ياخد رايك في حاجه. حد زعله يعني؟ لا ياخد رايك. خلينا نتحمق ليه يا عم؟ افتحوا دين ام الاكونتات يا عم. يا عم هياكلنا، هياكلنا ده يا عم. ده يا عم عليه واحده انا اتخطيت. ايوه تعال احمد سامي، تعال رب تكون فاتح. خلاص حرام من دين اخر ايدي، لو لقيتها هيقفل ابعت الفلوس لواحد تاني. ليه؟ ليه تبعتها لوحيد؟ وانا خسران صح كده. وانت ما بعتش لحد ولا ايه؟ لا اكيد بعت يا عم، معايا 15 اهو. بعت ال 5000. طب خد كذا واخد في البين اي دي اللي عارف. خد كذا اي دي تمام، وجرب كده على كله اللي يفتح يا باشا من نصيبه. فتح. لا فتح محترم يا احمد سامي، محترم. اصحب الشخره ثاني يا صاحبي. نيجي مين كل اللي جاي على لايف على صفحه كونكر يقول لي عايز اشحن، ولا مش عايز اشحن، عايز شداد، عايز ابعت له شداد بالاي دي. صاحبي مين انت؟ ابعت يا رامي. ماشي يا رامي، ابعت لك. انا حاسس ان انا بعت لك يا رامي قبل كده، مش عارف ليه. ديجافو. ذاكر مش قادر امسك نفسي. اسامه كان عنده حق، مش قادر امسك نفسي. ابعت. طب ابعت يا محمود يا عبد الله. احمد محمود. ماشي تعال احمد محمود. كوكبنا. تعال يا صديقي. تفتكر يا زميلي هنكسب ونطلع ليه قفل؟ هتكسب على الله. بس ليه ومازن قافلين المايكات؟ لا انا فاتح، انا فاتح اهو. انت قافل المايك. كنت بجيب برتقال. لا انت قافل المايك. برتقال. برتقال. يلا يا عم بس طلعت تنفرج يا عم، ما توقعوش بضاني والنبي، ما توقعوش بضاني. رامي اتكلم اتكلم عشان ابوك اتكلم يا عم يا عم ارحمه. انا خدت بالي ان هو سحب الكلمه برضه والله يا جدعان. انت بتتلكك. انا قاعد يا كده عشان بيحبك يا جدع. قاعد بلعب كونكر. الله ده ده بتلعب كيف كونكر؟ بلعب بالاكونت بتاعي. انت بتلعب سيرفر ايه؟ انا ايترنت. اكونت نضيف يعني؟ لا ده غلبان. اكونت 12 على مش عارف كام يعني. غلبان خالص اكونت والله يا عم. انا كنت ممكن ارفعه على كرامي او كينج لو كنت اهتميت بيه، بس انا ما ماشي يا بيلي. افتح على هات يا بيلي الاي دي. ابعت الاي دي يا بيلي. كنت هتصرف عليه كويس ان انت ما اهتميتش. لا 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 يا عم. الاكونت ده انا بلعب بيه من 2004 2005 اصلا يا جدع. فاصلا ايه اصلا ما بلعبش. انا لو كنت بلعب بيه كان زمانه حاجه دلوقتي. بس معاك 3 ليل معاك 3 ليل معاك 3 والنبي ليل. يا رب الواد ده يكوي. يا رب ليل يرد عليا. بيقول لي سيد يعني معوش. مع سيد يعني معوش. حلو حلو شغل الايموشن ده. انت المفروض كده معاك ولا تترجمه مع بعض كده. يعني انت كده دلوقتي معاك ولا معاكش ولا؟ العب بقى السمع بيضحك ولا هو ايه؟ شويه زعلان شويه بيحب وشويه بيضحك. معاك ولا معاكش يا ابني؟ لا بص تدخلوا تتكلموا مع بعض كده ولغه الاشاره. والله هضربه لو شفته والله. خسرت يا عم. لا بوليا بوليا فينك يا بوليا؟ طب يا بيلي انا استنيتك صاحبي، انت ما فتحتش والله.
بص طالما هو عمل تشيك يبقى ما هوش اي حاجه خسر. طب تعالى ليه يعني؟ تعالى يا شحت، انا اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اقعد على المخمس كراسي دي اقول لك ايه؟ وتعمل وانت فيه كل العبش. ايوه ايوه انا اتشعبت من اللي اسمه طريق ليه؟ ده ولا طريق ولا ايه ده؟ فين شاحي؟ بقول لك ايه؟ انا مش هينفع، كنت هشغل اغاني. انت ذكي قوي بقى. اما انا ما افتكرت ان في كوبي رايت بتاع. خلصت واحد. انا اخيرا انا جدع كده، احنا وزعنا 9 قصدي 10 الفر. 10 الفر يلا. اوه صح، الحمد لله على السلامة يا حسين. عرفت ليه انا ما بحبش بلبستي. اوزع؟ خلاص يا جماعه انتوا ما تشوفوا ايدي يا جدعان. لا انا عادي والله، بس عارف الفكره في ايه؟ ان كله بيروح زايد منزل قسم من الاي دي ولا واحد منهم فاتح. ما هو قبل يا اسطى ما كلهم فاتحين من التليفونات يا عم، انا في ثانيه بفتح تليفون وفي ثانيه بستلم، ايه المشكله؟ هم بقى ايه ده؟ ايه الدور ده؟ دور مش باين له ملامح، مش فاهم حاجه. اولا هو ده السبب وحسب الله ونعم الوكيل. حصل حصل حصل، الله يهدي اللي مخسرني كتير والله. هو بس لو يكتب يا اسطى، لو يكتب على الاقل، بس ما بيكتبش. لا لا بقول له معاك ثلاثة يعمل لي وش بيعيط، بعد كده وش عنده، بعد لا كده ايه وش فاتحين ميت. صم وبق هنا، ما تتكلم مع دين ابونا يا عم. يا عم اكتب يا عم حتى. لا يا عم مش والله بنت المتاكل دي. اديله واحدة يا حسين. لا مش دي، الثاني. ايوه بحبيس. خلاص يا عم يا خالد انا معيش تاني والله، ما خدني هعمل كورد باذن الله الفتره الجايه وابعت لكم. حاضر. والله شلني ليل. بس ضحكني ضحكني شو ما يا حاجه. ايه الورق اللي يا رب؟ ايه الورق اللي يا رب يا صاحبي؟ يا صاحبي احنا بنلعب يا زين ابويا على امي يا ابني، احنا بنلعب قمار يا رب. مين يا ابني؟ هنولع كلنا دلوقتي تحيات كتاب الله. الله يا رب حسام. انا افتح يا جدعان، انا مش همشي اتكلم تاني يا جدعان. فول ديس فول ديس فول فول انا فولد فول فولد يا عم. في اس يا عم، الواد لو ما عندوش اس والله كنت عايز واحد عنده قلب ده صاحبي والله. بس لا يا عم مش الدرجات دي، هو لو ما اكيد فيهاش يسطا اس، بس اكيد لو مش في الاس انا كنت جاي تنزل. تاني جاي تاني جاي تاني والله كنت عامل دوشه يا حسام. ايه ده هو سام مشى؟ كان عامل حس للمكان كده رايح وجاي. هو ما ماتش على فكره، ما تفوتش. لا لا وقال لك اروح اعمل حاجه يا عم. وانا ايه يا عم؟ ايه يا عم انت فين الدرجه دي؟ ما انت اول ما مشى ولا كنت عامل حس انت حسام؟ ايه يا اسطى؟ ايوه كان عامل حس كده للمكان كده، وفي دوشه وفي حاجات كده ادخل هو في. لا مستني كبه من اول اللايف والله يا ابني، والله من اول اللايف مستني. والله انا مستنيه برضه. تين ابوها اتصل عليه يا عم. ليه بيحلق؟ بيحلق بيحلق ايه يا عم؟ ده لو في حمار بيتحلق كان بيحلق خلص يا شعرته. عم. بس بس كده بتقول ايه؟ بص انا ما اعرفش مين اللي بوكو يارد 12 اللي قاعد معايا ده، بس انا واحد بس صاحبي مفيش مني 12. اللي يعرف يخسر زينا نقول له يا عمنا. بس اكيد حد احنا فلسنا كده فلسنا كده فلسنا فلسنا خلاص. خد حلو هو حسام قال لك ايه؟ روح واجي تاني، راح الاكونت ده جاي قاعد معانا، فقفشتك انا كده حسام، قفشتك يا صاحبي. انا قاعد معاك. ده كريم، كريم وشك حلو يا صاحبي، جاي في اخر اللايف في اخر دور والله. كريم ابو عرب ده جيت في الاخر انا اقفل خلاص، بس بنشغل 10 تفر بس. بس كويس ان احنا ما طلعناش خسرانين قوي يعني، طلعنا خسرانين بس مش ايوه يا جدع. كويس كويس كويس. طيب خسرانين كام احنا اللايف دي؟ احنا اصلا بادئين بكام؟ 100 بادئين 70 باين 70. وبعد كده سحبنا كمان 60 صح؟ ايوه كده 60 و70 130 جنيه، خسرانين 130 مليون. الله حلو. اول كنا خسرانين قد ايه وبين خسرانين قد ايه يا راجل كبر كنت خسران يا اسطى 500. حلو كده 130 مليون حلو كده مرضية كده مرضية. صح.
انت هتقفل دلوقتي؟ اه خلاص اقفل دلوقتي يا جدعان، عايزين حاجة؟ كابو بكلمه بيقول لي 5 وجاي اهو لا يا خليه يجي لسه بقى مخلص. ان شاء الله، ان شاء الله يلحق لايف وسام. يلا يا جدعان عايزين حاجة؟ يلا هتقفل اسمح ولا على تخفي ايه؟ هقفل اهو خلاص الله اسمح على خير يا جدعان، الله معلش الناس معاك اللي ما كسبتش هو تكسب اللايف الجاية كده كده، هنطلع بكرة بعده كل يوم لحد اخر الشهر. يلا اسمح اخر على خير. الشهر فاضل يومين.